بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رفعت فضل تلونه وتعميم عام في قل غرض ولم يعارضه عام آخر. الله هروها قولي الصحيح لسرويك أو عميك لبرخاتري غرضك جهات و جواز الله لمزامة اثنين سوى غرض بلكو نسيت ذم ومدح بلام اما بيسيت عمومي تريكاته صلوا سلونا اني ذم ومدح وبياني مقدار وهر شيء كيكا غرضه كي تلعبه او يكل برخاتري غرضك ديت هر عامه اويش بشرتك عامه كي ديك معارضي نبه تناقى معارضي ببه او وقت يدي مشاكل زي ترجيح هذين يعني احتياجي با ترجيح هيا مثلا عندنا مثال يويك بو مدح يا ذم هات بيتو معارضك شي نبه إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. أبرار وفجار لذا عام. هذا قاعد هر تعميمي هيا. أويك معارض شيبي وكو والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم وما ملكت أيمانهم. أنا لذا ما ملكت أيمانهم عام كديكيكا بخالف يوهاتوا. يعني بإصلاح معارضي أو الذين. معارضي ببي. والذين هم لفروجهم حافظون. إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. على الذي ذوب مدحات ودرسا ذي كأو بعامشهاته فقد ما ملكت أيمانهم جدا كردوته وكجدا كردوته ودبار عامة. يعني هم ملكت أيمانهم أجريتوا حتى ولو دولا نخش كيش بيكوا بيوانيا. شمكا لبش النكاح يا كدولا نخش بيكوا حرام كلا. وللي ردا أم عامة بإصلاح معارضي هي وانيا. باشا دي ولا منظوري ولا على معارضيتي بلا ما كم ينترجح هذين لرا عمك من هي اي جويك ما ملك دمانون كلن تيا حلال وانيا عمك من هي كان تجمع بين الاختين تيا حرام اي عامه ان تجمع بين الاختين لما لك دمانكم بيت سيا لا ازواج به دي كم ينترجح هذين ملك دمانكم فذا غير وايا دودان ما لقول يا صح البته فذا غير وايا دودان خوش اگر بيس لا ملكيه مينا بن فيكوا استفاده كنيا درزني دیگه چند ازت که چند روار به اما بید؟ او اخیه که اوان به عنوانی و تعمیم و نحوی لا يستوون الله لا يستوونی شروعها عمومیه یعنی فضاگروهای لهیچ دیگه مصابینین وکو او آیا که فرمیه فمن کان مؤمنن که من کان فاسقا لا يستوون یعنی آیا مؤمن وکو فاسق وانی خیل مصابینین آیا مصابینین عمومیه یعنی خیل فقط لمورد ایمان مصابینین يعني آية عمومية بلين لنظري ها وثاني لنظر زندي دنيا إيشا مصابينين لنظر حرشتك أخوارنا مصابينين لنظر حمشتك آية تعني وبلين قول يسع على أتعني بلين أو أخوارنا أو أخوارنانيا مصابينين أو روشنا أو روشنانيا أو سيا وسيا عليهم مش حمشتك هذا قراءة أوجه عمومية بلام قولي مقابل يسع دلنا خير فقل لما وردي إيمانك آية كمصابين لنا باقي كان زندقيك ها آية دي نحو لا يستوون شاركة بآياك ولا أكلتو أقبل أن نمخواردوه لا أكلتو يعني حتم نخواردوه يعني أو حموش تقريتو أقبل كتيان دي باشا بو مثلا صند أخوة كابرا الله والله لا أكلتو من نمخواردوه دوه فمشاك إن نخلك يخواردوه شتك كل يخواردوه أقبل أخنا منظور مو بنانك من نخواردوه شتك من نخواردوه بكار بيه نالي قبولناك بلكو لا أكلتو عمومية اگه سوندی لسر خوارد بیه، سونده که داشتی؟ باشا، ما وفهم لا اکلتومی چون زنه عمومی؟ ایسه کلن و الفاظ عمومی خیر مثلا کل و یا مثلا موصول و خیر الان دانه دانه بحثه که ایدیوان یا؟ الان وی اخفلی؟ اجای نفی هم دیه معنی دیه اخفلاتی کنه چون که اصح لسر وی که عمومی هم ولی قولی مقابل دیه مثلا با عرف هینی که اتوا اگر وطبیت لا اکلت وجمر الشيء إن كذا أو يديه اختلاف لسانية أو اختلاف لسانية أو يكبر تانية كابرا بلا لا أكلته أما اختلاف لسانية بس أما بس إذا بزاني أو مثلاً عام جيني أنا بقول لك قوي صار لسانية في دليل كان شيء لي وقصي لسانية كان مفهوم وين أكلته مثلاً كابرا الشرد يعني هذا مثلاً أجر خواردم مثلاً أخوارك تيتي وفزوجتي طالق أنا الشرد يعني بطلاقك أو حرشتك خد شامل دهید. نه، خواردن شامل دهید.
للمقتضي عليك بلام يعني ما وصلك كاروجي وإن أكلتو بلام نيتي هو بك مثلا نان بيت نك برنج يعني ما دام بشي برنج شو خال بلام عليك يا شو كأكلتو عام الأخوية صح عليك للمقتضي لمقتضي شامل نابع مقتضي هو يكا كلامك اقتضاي او اشتاك ادنا بتنيا او اشتي تانيا مثلا اذا رفع عن امة الخطا والنسيان لسر امة خطا ولا بيرتونوا هل جيراوا دي خودي خوان خوان لا جيراوا كنت من لازم كلاوي دا تشي بكري يعني او جملة اقتضاي او اكاكا اشتيك لاوي دا حذبوك مثلا مؤاخذة يا ضمان رفع عن امة مؤاخذة الخطا وانيا اعلاوي دا اويان ايدي شامل نابد يعني عمومية عامية يعني أي اسمه مثلا في المعروف عن أمتي الخطأ يعني الخطأ الفلاني من أسر منزوري يعني هم خطأ يكون نسياني كي منزورني عفرين ملكو بلكو مأخذك كي منزورة الآن اللي يرد دائما ناتو يعني بلين الآن دقيقا للفظ أو شتاء أو الدرء كبيرك عموما لسر أمر حيش خطأ ونسياني وجودي نابد وانيا شونك اللي يرد اقتضاء شتي كمان هي أو شتي مؤاخذة فإذا قلوا عمومية لو خطأ ونسياني ورنك والمعطوف على العامي هل وها أو الشامل نابد اگر هاتو معطوف كرابة السر عام عام يقول فيش هاتوها دواي عام ديكا لسري هين كرابة لسري عطف كرابة اما او دواميا اگر خوي عام نبيت فعامي حسيم ناكين مسالك يلا ولا يقتل اگر عام بيت عام بيوهيجة وزدايا والله ما قبل واسطي او عام بيتنا ولا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهد او مثالي هنا هاتو يعني مسلمان بكافر ناكوجيتو يعني اگر هاتو كافر بكوجي قصاص ناكريتو أو عام وانيا أم جار الله ولا ذو عهد في عهدي صاحب عهدش لعهدك يا وقت لعهدك يا قصاد ناكريتوا لشي قصاد ناكريتوا عاما نا معتوب وصر عام عامني على قولي الصحة فسقر ويا ليردا فقط هو وردقرين كذو عهد فقد بكافر ناكوجيتوا تنابا مسلمان ناكوجيتوا أقبين بقولي مقابل هيني بكين بقولي مقابل بإصلاح عمل كينو بلين نخير أمير بخوي عامي كي دي كيا واقع إنك الزو عهد لعهد كيا بكشتني هيس كسي خصاد ناكريت وحتى ولو مسلمان وعلي كتير سحاوك أخوه ويدي ولا ناجري أرزب ماوس جاخو بو مسلمان كي كوا أما فرمو لا يقتلو مسلم بحالك مسلمان سي مسلمان كجي كجنو بس مسلمان ناكي أخو الله ولا يقتلو مسلم بكافر يعني بكافر كشتن ناكو جيتو جمهور رسالوني ديواني أمجار أو أو جملة لدواي أوا ولا ذو عهد في عهده آية أو عمومية همو كسي داقري وذو عهد حد ناكو جيتا ولا وقتي عهدك يا قولي أصعد الله خيروانية أما بعام حسب نابين بلكو أمير ليردا إما وايلي ورقرين كأمير بكافر فقد ناكو جيتا يعني أقر هاتو كافريكي كجذو عهد ناكو جيتا دنا أقر الإسلام والسلمان يزميني كجذو جيتا بلام او قولي دي كدلان سيوا دلان عمومية او قولي دي كدلان ظاهرة كي اما عامة وواقعي انك او ذو عهدا بكشتني هيس كذي ناكو جلتو بلام دو اي اما مسلماني لي خاص اكينو باش اسا ما وصفو عليك من اوه يجمع اطوف لسرعة مختي كتو لا يقتل مسلم كتو بآمي نزاني اسا عامة كتو فرميها لا يقتل مسلم بكافر فرمي دو خوشتا آمنية يعني مسلمان بتوان المقابل كافر عم يدي هيز مسلمان اللي مقابله هيز كافر كان اكوجت عم يدي ثانيه امجد ايه ذو عهد عم لنا كشتناك يا ولا يقتل ذو عهد في عهدي ايه يا ما بي عاد في كاين سر كافر يا بخ عمك يجي داي بزاني منظوري عليه لا يا اجا عاد في كاين سر بكافر او مشكل ما مو في جنايا ثانيه قولي صح وادلا قولي صح دلا معتوف في بو سر عام خوي عمك جدانيه الان ولا ذو عهد في عهده بكافرنا يعني مش والي فلي ولي قولي مقابل لنا خير ام بخي عمك جدا ذو عهد لعهدك يا بكشني هيك كسناك جدا حتى مسلمان اما واد جاني جاو جردل دجي دي كي ما خاطي لك هنا هذا واخ خلاص ابو ما اخر عليه الان اودو جمله ولا يقتل مسلم بكافرنا وعامة درسته ولا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده اما معتوف ابو سرع عام ابو خشي بعمك جدا حسيب انا قولي يا صاحبي سرويك النخيل بعمك جدا حسيبني باكو هروك اوايا
وبكافر لي رضا مقدركين ولا ذو عهد في عهدي بكافر أو قبل يصان قولي مقابل يصان نلب باب عامك جدا حسيبا ولا ذو عهد في عهدي عامك جدا ولو عام جدا دا باش يعني ما سيستدي ما استثناءك كأمانة بتنيا بعام حسيبناكين بعام حسيبناكين عامنية بعام حسيبناكين عامنية دي بوي بعام حسيبناكين والفعل المثبت فعل مثبت شهروها ولو بك مع كان اجتي كان شيء لقلبت مثلا كان الى قال النبي وكو صلى النبي داخل الكعبه هو عامنيه كما مثلا بلين پیغمبر صلى الله عليه وسلم نوجك عام هميشه الكعبه كردو يعني مثبت ولي ولا ناجره حتى اجتي كان شيء لقلبك كان معمولا استمرارا يعني وانيا اي عامنيه مثلا كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين الصلاتين في السفر پیغمبر للسفر جمع بين دونجيا كذا او عامنيه بلين لهم سفرك شنو قال يردا فعلك مثبت فاز اجتي كان شيء لقلبها عامنيه يعني كان خبس مزارع معمول استمرار يعني بلام هيش دعوة يعني بين والمعلق لعلة لفظا هروها أويك حكمك منظور حكمك حكمك معلق كلابد بعلتك أويش هروها تناتواني بلفظا بلي عام لهم وقتك كو علة موجود بيت حتما ديقريتها أو حكمها يا بلام لكن معنن بلام معنن دي قريتوا الان وكو اويك الشاعر شارع بلي حرمت الخمرة لإسكاريا من حرام عرقم حرام كدو البرخاتي ومستكا الان ليردا تعليق حكم حرام بوني كدو بتي معلة إسكار الان ليردا لنظر لفظك وهمو مسكرة ناقريتوا بتاقتنيا يعني لفظي ما عامنيا بلكو معنن عاما يعني معناي إسكارك بينين لشتك بوجود بوجود بيتو تيدا ببيت جاوزار يما توانين بلين بلوا تناب بلفزك عامنية بلفزك داينا قريتو اختلافي لفزي معنيش من نيو برلولا و يعني اوا بيجي كاللفزهات وتمشى والفاز عمومانك بكين وكو كلو يعني مثلا كاقا نكيدا لدوانا في امانا كبد مخدي يعني ام لفظه شامله او لفظانه ناوي تابع لفظه كما عام بمعنى كي شامل بس معناه كي عموم وترك الاستفصال ينزل منزله العموم بل ام ترك استفصال لدي عموم دادنيشه يعني حكمك هاتوا كس يعني استفصال نكردوا يعني داوي تفصيلي نكردوا مثلا پیغمبر صلى الله عليه وسلم بغيلان ثقفي عليه على ددان جنتيه شواري غابقرا إذا ليردا استفصالي نكردوا أركان بيكو هناوتن أركبيكو نتناون باشا فاز أو عمومية جينات هر شواريان بلي هر شواريان في خوش بيت تواوا وانيا الآن ليردا هم لمنزل عموم دانشتوا وأن النحو يا أيها النبي لا يشمل الأمة لا يشمل الأمة أمش أصح لسر أواني كذلا وأن تواوا ونبو أصح قرده خلي أصح لسر يا أيها النبي شامل أمة نابت بتختن هذا بقرينة ببيت جاودة مثلا يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا أو أمرها فاز وقايا فقط بخذي في غمرة صلى الله عليه وسلم بقريني ديكا بخذي في غمرة هاتبه بأمتي أمدار دا السورة بجاء ودار دا بتأمر بأمتيش فنها بتنيا عواش عملي أمدنا به مقال قرينيك ببيت مثلا يا أيها النبي إذا طلقتم النساء ألان لذا طلقتم أو قريني ديوانيا شكرتماتوا وأن نحو يا أيها الناس يشمل الرسول بلام يا أيها الناس شامل الرسول إيش أبيت قولي أصلا على سروايا وإن اقترن بقول أجد شيء قل شيء لقلبك ظاهرا الله تو بخلقي بلا شاهد خوي شيء لقلنا ببوي الله تو بخلقي بلا بلام نعم قولي صح أو سر ويا قل شيء لقلبك هر لقليتي ماشاء ما وصل في شرف وتما أجر أمر كبر أجر أمر كاب مخاطبين خوي شيء ناقريت وشو دي ما فرقه كان شو أمرك إلا الآن الله تعالى وانيا ووجرب في غنبر الله تو بلا وانيا يخدي الله فناقريته وأنه يعم العبد هروها قولي أصح لسرويك يا أيها الناس شاملي عبدي لبه قرتي برده بعض الأقدامنا خير شاملي آغاكي لبه جاوز على آغاكي وظيفيتي با أو أمرانيك كراوة إسلام بيلتك أو نوجكي بك فرقك أويك يا أيها الناس وقتك كتريد أقيم الصلاة وقتي أول مثلا نوجكا يا وانا آية دقيقا عبدك شامل بي لأولي وقتا أولا نا عبدك لآخري وقتا شامل بي يعني آغا كي يتواني تا آخري وقت نيالا نورا كيبكا شون أو شاملي أو أمر نبوا آخري وقت لبر خاتي ويكا هيدي هيد إنسان هيد مسلمان الرأي ندرا وكان البس شوانيت لبر خاتي ويكا يعني ما وصل ليرا عبد ببا إنسان خسيونا قولي صحيح يعني مقابلي أصح دنا قولي أصح لسر ويبا
دقيقا عبد الشامل بوانيا أو كيف كتم علام كتم أبو قولك مقابلة آفرين عبد الشامل بي. ويشمل الموجودين فقط قول يا صالح صلوه فقط أواني وعلى الموجودين شامل بي. جاو جار بقرين أقات السر أواني ديكش يعني نسلكان ديك وأن من تشمل النساء قول يا صالح صلوه من شامل النساء جبت من كلمة من جاري شرطي باستفهامي بموصول بموصول بأسف وكو من يعمل من الصالحات من ذكر المنثى والدليل كيك ديهين توا دنا حرشتك مثلا من تطلع على بيت قوم بغير اذنهم فقد حل لهم ان يفقهوا عينيه كسكا وبينت ديوار خلاش درقا وانت مشاي مالي خلقك فبيذنين هو بوان هي كتاي شركا او منا فالشامل جني شبيع اگر جني شهات بيلي خلاقي درقا وشاري وقار شامل بي وان الجمع المذكر السالمة جمع مذكر سالم لا يشملهن شاملي بيساهين نابد شامل جنان نابد ظاهرا بلان بشي بقرينة شامل بيت ظاهرا شامل نابد بلان وإنما يشملهن بقرينة يعني أي سنة سنة آية فرمي يا أيها الذين آمنوا فجمع مذكرة ظاهرا شامل نابد بلان بقرينة أويك تغليب الذكورة بقرينة أو شامل يعني بيت من باب التغليب وأن خطاب الواحد لا يتعداه خطاب بو يق نفر لو تجاوزناك فقط حكمك بو أوا شنك أكثر خلقي إصلاح إن وايلي تيغن يعني أو يحتياج بقرينيك بزاين بو خلقي دي كيشا وأن الخطاب بي أهل الكتابي لا يشمل الأمة أويك خطاب يا أهل الكتاب وارد بوغي شامل أمة بغمبر نبي صلى الله عليه وسلم أويش هل مقرب قرينة وأنا توايق قولي الصحة ونحو خذ من أموالهم أويك لما لكانيا ورقرا لأن لفظي أموالهم أيش عامة إذا فكرة وانيا معرف وبإذافة أيش يقتضي الأخذ من كل نوع اقتضاء واكا لحسر لهم نوع ورقري شون كالي أموالهم عامة ديوانيا جمع ومزاف آفرين جمع ومزاف كرا فضقوايا كلا الفاظ عموها هم ما لكان بيد نوعنا وكاني تدابه فضقوايا قولي صعب لسروي لهم ما لك هربي ورجيرا يعني... لهم نوع البتانة لهم ما لك يعني شو لها نوعي يعني نوعي مواشي نوعي مثلا يعني بريك يعني نوعي فيصلا فول بريكي نوعي يعني بريك شي بيت هالنوع كده بيت يلعب خلاص حر جمعك كإذا فكر عبد بولاي هناك بولاي معرفيك اسمان أبيتها عام لفظك وكبوب عام اگر شاملي انواع بيت وكو اموال كشاملي انواع هم نوع كان يدعى قلتو الان يما تن نوع اموال مانية شوار نوع للشرع جمو يدعى قلتو ان يفوق عايش شوار كان لنا روي اموال كي كي نقودة ثمار زروع بس من زري اوايا اي مواشي بس يعني سمع صلوح السلام علينا وعلى عباد الله الصالح عباد ذاكرا ولا الصالحين والسلامة حمو يقلتو يعني ملائكة وجنوك و عمو يقلتو جام جال صالحك وايا جال صالحك ايسا ما وصيين قبل ماذا ايسا ما فرمفقد من اموالهم اموتا وان خطاب الواحد لا يتعداه خطاب واحد اللي رأى من الكرام في عمره صلى الله عليه وسلم واحدة تبر خاطره بتعبده وانك ما نوع الزكاة هم تخلق مطاعفة الموتي خذ من اموالهم صدق في عمره صلى الله عليه وسلم نما وده خطاب واحد لا يتعداه شامل كسانك التلايفة صلى الله عليه وسلم نما ايشون امام ابو بكر هو بأمري لك أولا جواب نأخذ إخوة التخصيص قصر العام على بعض أفراده وقابله حكم ثبت لمتعددين ألا تخصيص أولا كنتي كي توا عامك لسر بعضك لأفرادك فقط بعضك لأفرادك بلي أو هنيتي أبدا بعضك دي كيف صني توا ومقابل إصلاح مقابل تخصيصيا وقابله حكم ثبت لمتعددين حكمك كثابت دوبه متعدد يعني بو هموي مثلا تقتل المشركين ما قالوا مقابلك إنيا حكمك كثابت دوبه متعدد بلام أوجر خاصة بيته ولو زمي وأنا تخصيص يعني قصري عام لسد بعضك لأفرادك ومقابلك إيشيا أويك حكمك كثابت دوبه متعددك بو هموي عما كيما زروانيا جاو دار خاصة ويك لبعضك يصنيته حكمه والأصح جوازه إلى واحد إن لم يكن العام جمعا قولي أصالة سرويك الزائزة أو عامة دوائي يقنفر وبرقري يعني
او نه تخصيص بيته تا يك نفر بمنت او هي تشتبو انا بخص لا تخصيص جوازي تخصيص بشرتك عمك وعليك او بشرتك عمك جمع نبي مثلا وكم من وكم مفرد معرف او انا جمع بنوانيا او انا ام بسلام عمانا كاو بالجمعيه منوانا او انا ناتواني بسلام هند بنوانا نا او انا توانا منوانا فلام جمعي كما الرجال واموالهم واوانيك اضافه بلاي معرفه بن خلاصيه باليابا اضافه الوان اوانا بشرتي وانا بس لنا اجر شنو انا كمان اقل جمع بحتما تيدابي بلام لغيري اوانا اتوانا تحيك داني بيت اخوالي ولي للجمع دا فتا سيدانا فقد اتوانا بيت اخوالي واقل الجمع شندي واقل الجمع ان كان يعني اجر جمع نبو حتى يقدر يجلس انا بيت اخوالي ولي اجر جمع بوشي ان كان حتى اقل جمع فقد اتوانا بيت اخوالي يعني تاكي تاشن تاسي اقولي صح وجوازه الى إلى أقل الجمع إن كان العام جمعا والعام المخصوص عمومه مراد تناولا لا حكما أو عامي وخاص كراوتوا عمومكي مرادا لتناول لشامل بندا بلام لنظر حكمه ونا أولي لنظر حكمه فقط خاصة بيته بشي وتعدادا بلام وقتك بعامك أكتريت عمومكي مرادا يعني لنظر عام بنا وعامكي مرادا جاو جار تعدادك إلى خاصة بيته كوان أنا عمك خاص كراته. هذا كم كان؟ عمك خاص كراته لو أو لا ولا وا عمو ما كي مرادة. يعني بعام مرادة جاء أو جار بتناول أبوتها. يعني شامل أبد. إرادة شامل بون كراوة لي شيء جاء أو جار لنظر حكمه وانيا يعني لأوله مراد أو نبوك حكمي هميان هريك شدد فلام إرادي هميان كراوة ها يعني أو بجاء أجر عامك اسم مخصص كراوة نشانه وهل أوله عموما كي مراده عموما كي مراده فلام فلام لنظر تناوله نلا نظر حكمه نلا نظر والمراد به الخصوص الفرقية حكمه لغب تناوله تناول يعني أوك الشامل بيت همو يدابه بيت يعني زائرة ثاني يعني أوك للفذكة وحالي ببين يعني إرادة هو بكهمو لبذكاء مخاطب لي حالي بلام هل أولوا أو حكمي بوعدي كان فقط لنزل كتبه بويج موظفة مكلف كلا أولوا همو عام مكذب ذكاء وأنا مو شن ما ندي كابراك بعام أجا مستهيت لبيشة عامك بعام قبولك وأنا بلام ظني درارس كي ظني شن احتمال خاص كرابته كخاص كراوة أو اختد ظانين كلا أولوا شارع أو حكمي أو عدي منزور نبوه ما وصلتهم مسربين الناس يبون من اللي صورة نورة أي لو سيوتشوار وشتا أفرمو كساني أفرط إيمان داري غافلات الرمي أكن أواني يزد أحبك مكان أوايا أفرمي أزل أبزل خل أمجا أفرم إن الذين تابوا أفرين ونشاني أوايا لفيرسروا تناولا توبيا كانوا نكان هر ملعون بوي حكمي لعنتك لأولوا هر مراد نبوا هر مراد نبوا بلا تناول بوي أولو والمراد به الخصوص ليس مرادا أليت أويك بإسلام مراد في خصوصا يعني منظور في خصوصا منظور أويك خاص كرابته يعني لدوايا مراد أويك لدوايا خاص بكريته عموما كي لا ولو مراد نيا مشاكا أما دو دانشنا عامي مخصوص من هي مراد به الخصوص من هي أما دو نوعا عامي مخصوص عموما كي مراد ولا نزرتنا ولو بلا مراد به الخصوص عموما كي مراد نيا لهيش حالتك نلا حالة تناولة نلا حالة حكمة مثالك بالكلية مثلا الذين قال لهم الناس الآن لبذك عام وانيا الذين بلام منزور في يقنفر المراد به الخصوص أو الشيء نعيم بن مسعود أشجعي شنك أوبو شان نزل أو آية الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فخشون فزادهم إيمانا يا آية كينا وتبو مثال أم يحسدون الناس الآن الناس لفظك الجمع كألف لام معرفة تتصري عامة بلا منزول فيه خصوصا منزول خدي بيغنبرا يعني يحسدون الناس يعني وان حسدوني بالناس بل منزول يخدي بيغنبرا فهو عامي به الخصوصا الآن ليردا نتناولك منزولا بعموم نا حكمكي حل أولوا ناسي منزورنيا حل أولوا أو الذين منزورنيا أي خصوصا متشون جاي كلمة أما عامي مخصوصة
تقرينه بين خواه وبتنيا بوجدنا بتنيا لفظكي هد كان وجيب وانا اول الذين اوي هد ناسا شو انا اللي رده بشاني نزولك قرينه ديوانيا شاني نزولك قرينه اخدي جرقيم وثمان العبرة بعموم الذي لا بخصوص زانم والله من الذي جايك اتو عبرت لوقتا او ورده ديوانيا انا اللي رده عبرت ورده بلا وقت قبلي اعلي ده منزوري تيا لا او وقت ذاك الله تعالى كتبتي الذين قال لهم الناس ايا لويا منزوري تن نفر هو مراد چی بوا وقتا که وقتی کردو مراد یک نفر که بوا نیا تناوی نکردو عموما که لو وقتا دا یعنی خلقه که دا نگردو بلکو فقط اوی دا گردو اوه لو نظرو ام در بل کلیون بلکو دتوانین بلین کلیا اخباوت و کلیه تاوکین بلکو کلیه که کلی بو استعمیل فی جزئین کلیه و لا جزئیه استعمال کراو باشا هم جوابی سوال که آلاتو یعنی منزوري ولا دوايا إيه ما حكمي يعني بو معناه أو اللي ورقين كهر كسيك أجرهات أو حالة بخوي بقدرته خالك في أم بلد أو تواي خالك اللي برابر تانا كوبوت والله ما وقف قدرة إيماني بيبلغ حسبنا الله ونعم الوكيل هر وعدي بوي هيا كلية فاشا بلام لما وردي جزء لما وردي كجزء يا استعمال كراه يعني لما وردي أو يجنا فرع استعمال كراه يعني نأوي كبلين إيه ما أو عامة هر لأول ومراد بوه لنظر تناول ولنظر حكمه نخير وأنا بوه بلكو عامي مراد به الخصوص بوا ولي دواي بو ماندرك يوكا كلية كولا جزئية هيني قلتوا فرقة كي تيا فرقة كي يوكا لولا دما نكد عام حقيقة وانيا بلام ليرد عامك اللي وراغرين تيا فهو مجاز قطعا أبتا عامك مجاز يعني بمجازي يوم دار وراغرين أختم شكا أو إذا كان نالين قرينا عامي مخصوص دلين خاص نالين قرينا دلين هو مخصصة درسة واللي يرده بو نالين مخصص بل فهو دلين شي قرينا هيك بو من در خاتك أو عام مراد به الخصوصة أو دولان اشتنوانيا جاو جار كمراد به الخصوصة آية واهي كلي بيت بلا كلية ولا جزئية كاستعمال كلاوة فضا قروا آية إما أو اللي ورقرين تيا مجازنا فرخي أندوانا وبشي أويا كيما دقيقا لخدي أو آيان لوقت الذين قال لهم الناس للريوان نالين أو منزور في مراد في كل خلقية ولكو دوين مراد في يقنفر بلام لوا استعمال كرا ودناشتك كلية يعني دواي مرحليك مرحلي بكاربين قياسي بكاربين وانيا شتي بكاربين جاو دار بو عموماقين سنك عموم فايدة كي وبوكا مستقيما لخدي لفتكور مانا قوانا بو ولي اللي ردا مستقيما ولي ناقين بلكو ليردا دلين او كلية كلو مورد جزء يا استعمال كلا جاء او جار لكلية كلي ورقرين لنا الاول مراد نيا نحكما نتناولا علي وين ليه يعني كما صد لاخر هنا يقريتو بابا لاخر هذا يقريتو ها اخر حكم نص تخصيصي كان هو قضي صوب نزولك العامة صوب نزولك هنا فرد يعني كالظاهرة في عامة مراد به خصوص بوا درسا اما العبرة بالعموم نفسها ام دار شنك كلية بلام منزول فقد أويك آية بهين وريجرين بحقيقة يعني بعام وريجرين يعني خبر مجاز فمجاز والأصح أن أول الأول حقيقة فهو حجة قولي أصح أويك أو أي أول يعني عام مخصوصة كي كبحث ما يكون حقيقة يعني وقتك مثلا بريتي مخصوصة بتوانيا يخو باقي كده منه تو لو باقي ده مجاز يا هنا مجاز يا حقيقة لو باقي ده ما حقيقة شنك أو قولي مقابل لنا حقيقة نيا شونك لا أوله متبادلا برولاي ذهن أو ناية نيوزينوا بلكو كل أفراد ديس نيوزينوا أنيا وشونك على دوايا مخصوصة بيتو أو عدة أفراد فقط أمينيتوا فزقوايا أما متبادلا نيو مجازة وليا مدلين خير وانيا بلكو حقيقة فهو حجة فزقوايا أو عام مخصوصة كلا حجة يعني جزما يعني ببيع ويكا كسيك انكاري بكايا بين ابن إسابلي نخير شون مجازة مجاز حجة نيو وبين شونك على مجازة يعني اختلافي تيكا نخير حقيقة اختلافي تيدانيا ويعمل بالعام ولو بعد وفاة النبي عمل بعام أكري أقر تيد وفاة تغمري صلى الله عليه وسلم قبل البحث عن المخصص كيش ويكا جستجوب كي لمخصصك يعني يشتا مخصص فيدانا كردوه تو عمل بعامك أكي جاوزا جستجوب كي لمخصصان فيدانا كرباشا دناهر وكوهي عملي في أكي وهو قسماني دو قسما متصل ومنفصل جا متصل كاني بينز دانا وهو خمسة استثناء وشرط وواني وصفه قال استثناء يمكن